بعد نجاح دورتها الأولى والتي انطلقت عام 2011، أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية إطلاق الدورة الثانية لجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية 2013، وبدأت في تلقي الترشيحات على كافة مواقعها، والجائزة تنظم بالتعاون بين مؤسسة التنمية الأسرية في الإمارات والمركز الوطني للثقافة والفنون مؤسسة الملك حسين في الأردن. جائزة بشكل عام لها دلالات كبيرة مشاهدين الكرام، تساهم وتشجع الشباب العربي في مختلف أنحاء العالم في الدول العربية والدول الأجنبية، تساعد في تحفيز الشباب وتحفيز أفكارهم والوصول بالشباب إلى أعلى المستويات المجتمعية سواء في بلادهم أو حتى خارج بلادهم. وهذه الجائزة التي تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية 2013 حققت نجاح مثل ما قلتي سماح في دورتها الأولى، وها هي تحقق النجاحات إن شاء الله في السنوات المقبلة وفي السنة هذه بالأخص إن شاء الله. إذا كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، خلونا نشوفها في التقرير التالي. تم إعلان إطلاق الجائزة في المؤتمر السنوي لمؤسسة التنمية الأسرية للشباب العربي في نوفمبر 2011، أن ستكون هناك جائزة باسم سمو الشيخة فاطمة للشباب العربي الدولية. وحقيقة العام الماضي بدأنا السنة الأولى أو الدورة الأولى للجائزة، والتي حققت لها سمعة طيبة على مستوى الوطن العربي ككل من خلال استقطاب الشباب العربي المتميز المبدع والمبتكر للجائزة. ولهذا العام نحن نطلق الدورة الثانية للجائزة اللي لها كذلك إضافات أخرى يعني محفزة للشباب للتقديم وللترشيح لهذه الجائزة. ما يميز التطوير خطة التطوير لهذا العام، ارتأت اللجنة العليا للجائزة أن هناك ثلاث محاور أساسية أضفناها للجائزة غير عن دورتها الأولى. أول محور أساسي هو الانطلاق للعالمية. الجائزة هذا العام راح يكون لها دور مكثف في نشر فكرة الجائزة واستقطاب الشباب من الجاليات العربية المتواجدة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لنا حضور كجائزة في هذه الدول لاستقطاب أكبر عدد من الشباب الجاليات العربية المتواجد هناك، لأن لهم أفكار إبداعية وابتكارات حديثة لها تأثير كبير على المناطق اللي عايشين فيها. النقطة الثانية كذلك أن نحن أضفنا جزئية مهمة جدا وهي الإلمام باللغة العربية، فنحن كشباب عربي نعتز بهويتنا وانتمائنا لوطننا العربي الكبير، وأهم ما يميزنا هو إلمامنا بهذه اللغة، فأضفنا معيار مهم وهو من ناحية المحادثة والخطابة والتحدث والكتابة كذلك، أنها تكون جزء من يعني معايير مهمة ننظر لها كلجنة عليا للترشيحات. والنقطة الثالثة كذلك أضفنا بعد آخر للجائزة من خلال أن طرحنا منحة دراسية إضافة إلى الجانب المادي والتكريم للجائزة بحصول المرشح الفائز بهذه الجائزة على هذه الأمور، تضاف إلى كذلك الجانب المنحة الدراسية للالتحاق للدراسة الجامعية في جامعات مرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا الجائزة تتضمن حفل تكريم على مستوى عالي في الدولة، ويكون هناك برامج مصاحبة خلال حفل التكريم من خلال المعرض ومن خلال عرض الأفكار الإبداعية لشبابنا وخلال عرض ابتكاراتهم، فهناك تكون معرض مصاحب كذلك للجائزة، ويكون ترويج لهذه الأفكار ولهذه الابتكارات على مدار العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال التواصل مع المؤسسات الموجودة، فهي للنشر الفكر والوعي حول ابتكارات وإبداعات الشباب العربي على مستوى العالم. طبعا الجائزة مخصصة للشباب العربي ما بين سن 12 إلى 18 سنة، فنحن ندور على الشباب اللي في هذه الفئة العمرية منهم، يعني نبحث دائما عن الشباب اللي لهم ابتكارات في الجوانب سواء كانت في الطبيعة في التقنيات الحديثة حتى في الجوانب الاجتماعية اللي لها تأثير على المجتمع اللي عايشين فيه، فنحن نبحث عن كل ما هو جديد وكل ما هو مبتكر وكل ما هو له تأثير على يعني الشباب العربي في هذا المجال. طبعا نحن هناك إعلانات مكثفة
يعني يجري الاستعداد لها، وبدأنا في حملة ترويجية على مستوى ليس فقط الوطن العربي وإنما على مستوى دول العالم ككل، لاستقطاب أكبر عدد من الشباب للتقديم لهذه الجائزة ولحثهم للترشيح لهذه الجائزة، لأن بالفعل لها قيمتها المعنوية والمادية على مستوى الوطن العربي ككل. فهناك من خلال وسائل الإنترنت، من خلال المشاركات، نحن كحضور ففي هناك حملة ترويجية على مستوى العالم لاستقطاب أكبر عدد من الشباب العربي المتميز واللي له بالفعل اهتمام واللي له ما زال يحس بالانتماء لهذا الوطن العربي، المشاركة وعرض ما لديه من أفكار من إبداعات والمساهمة في أخذ هذه الإبداعات والابتكارات لعرضها للوطن العربي ككل وللاستفادة منها كذلك. يعني نحن في مجتمعاتنا العربية نسعى للاستفادة من هذه الابتكارات والإبداعات من شبابنا العربي وتطبيقها في مجالاتنا الحياتية والاجتماعية.